لك في فلاش. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. بدايتنا كده النهارده ان شاء الله يوم سعيد زي البرنامج بالظبط، والنهارده هيكون معانا اكتر من فقره في نهارك سعيد زي ما احنا دايما متعودين انه البرنامج بيكون فيه فقرات كتير عشان نعرض لكم اكتر من وجهه نظر ونعرض لكم كمان اكتر من موضوع. هنكون موجودين معاكم لحد الساعه 11 صباحا. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير مشاهدينا نايل لايف. الحقيقه احنا يعني عمالين نتكلم في البرد، يعني احنا دلوقتي كنا عايشين في ابشع حر في مصر خلال الفتره اللي فاتت، دلوقتي بقينا عايشين في اجمد برد في مصر خلال الشتاء دوت، وعايزين نعرف هو ده هيبقى الطبيعي خلاص، ده اللي جاي يعني، ولا ايه النظام؟ عشان ابقى ده اللي جاي مهيئ نفسي. هو زمان كانوا بيقولوا لنا حر جاف صيفا، الدفيق ممطر شتاء، صح؟ لا كذبوا علينا، الدفيق دي المفروض يشيلوها خلاص علينا جدا يعني، فربنا يستر ويسهل يعني. طيب احنا النهارده معانا زي ما قالت ساره فقرات كتيره متنوعه، هنبداها اكيد بفقره الصحافه، وهيكون معانا الاستاذ اسامه عبد العزيز نائب رئيس تحرير الاهرام. وكمان هيكون معانا فقره عن الانتخابات والاحداث، وهيكون كمان معانا فقره عن التصوير الفوتوغرافي. امبارح كانت النتائج النهائيه للانتخابات، وبرده المفروض صباح الخير يا شريف. صباح الخير. وتفوق فيها التيار الاسلامي زي ما احنا عارفين، كنا نعرف تفاصيل اكتر برضو من خلال الفقرات. النهارده هيكون معانا كمان المهندس احمد عادل ابراهيم، هو مهندس تخطيط عمراني، هنتكلم عن مشروع تطوير العمرانيه والعتبه سوري والاوبرا. كمان هيكون معانا حركه او مبادره مهمه جدا وفيها مجموعه كبيره جدا من الشخصيات سواء من الشباب او سواء من التيارات المختلفه، وهي حركه مصرنا. سمعنا عنها في الاعلام ولكن هم بداوا شغل بالفعل، واول حمله عملوها هي كيف نحافظ على ثورتنا او ازاي تحافظ على ثورتك. هيكون معانا فيها الضيف الاستاذ البراء اشرف، وهو من مؤسسه حركه مصر. طيب دلوقتي هنشوف هنبدا مع فقره الصحافه ونرجع نكمل بقيه يومنا.